حياكم الله معنا بحلقة جديدة من حلقات برنامج مبدعون. هذا البرنامج اللي نثبت فيه على أيادي الإبداع الشبابية الكويتية، وتبارك الله وتبارك الرحمن بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، عندنا كل يوم مبدع نستضيفه في برنامج مبدعون. ضيفنا اليوم بطل من نوع آخر، لابسين الجيرزي مالهم، وإحنا راح نتعرف عليه بعد هذا التقرير، خلكم معنا. رجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية، وبطلنا وضيفنا لهذه الحلقة بطل منتخب الكويت الوطني، أخونا وحبيبنا وولدنا خالد محمد العجمي. حياك الله. الله حييك. ولد شلونك؟ والله الحمد لله. أمورك طيبة؟ الحمد لله. تبارك الله. الوالد كان يلعب هوكي وانت الحين تلعب هوكي، الموضوع شلون خذيته؟ شلون حبيت موضوع الهوكي؟ شلون حبيت الهوكي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بدينا مع عمي سيد العجمي، هو كان أساس مال اللعبة. أيه. هو اللي كبرها بالكويت. صحيح. وراء أبوي وعمامي بدوا، هو خداهم معاه. تبارك الله. هو اللي علمهم على الهوكي. صحيح. وكبرت اللعبة والحمد لله مثل ما أنت شايفها. الحمد لله. وأنت دخلت وقمت تمارس هذه اللعبة الحلوة الجميلة جدا، لعبة الهوكي. لو أقول لك اشرح لي إياها، اشرح تقول لي. لعبة الهوكي لها شعبية بس بالكويت يعني خفيفة. حلو بس حلوة للنخبة يعني، الأكثر بكندا شعبية. صحيح. بس يعني بالكويت تلاقي فيها لاعبين وايد زينين، لاعبين وايد ممتازين حلوين، جاسم العوضي، محمد العجمي، خالد العجمي، والنعم يعني فيهم كلهم. حبيبي بوليد، لو نسولف عن تدريباتك مع النادي وتدريباتك مع المنتخب، شو اللي يفرق؟ اللي يفرق العدد، عدد التمارين مع المنتخب يزيدونا يومين تمرين مثل ما انت شايف، يوم الاثنين والاربعاء والجمعة والسبت. الجمعة والسبت مع نادي العاب الشتوية، ويوم الاثنين والاربعاء مع المنتخب. مع المنتخب. وش الفرق بين تمرين المنتخب والتمرين مال النادي؟ اي هو اشد؟ اشد يكون على النادي، يبي يطور لاعبين عشان يوصلهم حق المنتخب. حق المنتخب. فيكون اشد اكثر. حلو. وانت شلون قادر تبارك الله باي صف تلود؟ سابع. صف السابع. شلون قادر توافق ما بين الدراسة وما بين التدريبات اللي تقريبا شبه يومية بالنادي؟ التمارين لها وقتها والدراسة لها وقت. حلو. مثلا تلي الساعة 6 المغرب. حلو. اطلع من المدرسة الساعة 2. حلو. اتغدى وبعدين اقعد ادرس، حل واجبات، تريح لك شوية. اي بعدين اروح التمرين. تروح التمرين. التمرين من 6 للساعة كم؟ من 6 ل 6:45. تبارك الله، يعني فيها 45 دقيقة، ساعة الا ربع، حلوة مكثفة تستفيدون منها. يكون فيها ربع ساعة تسخين. حلو. والباقي مباراة. حلو. وسالفة الستكس لما تطقونها بالأرض، تطقونها، شنو يعني صاير؟ هذه إذا كان في أحد مصاب أو قبل بداية المباراة. حلو. إذا قام المصاب يطقون الستيك على تحية. حلو. وقبل المباراة يطقون الستكس إنه هذا فريق. ممتاز. إنزين أبي أسولف عن موضوع ثاني. اليوم لما أنت تقرر إنك تدخل تلعب رياضة جماعية مثل الهوكي، يفترض عليك ان انت تكون انسان متميز في اداره وقتك، اداره حياتك، الامور الطيبه عشان توصل الى العالميه، صح ولا لا بوليد؟ صح. انزين، انا اللي عرفته ان انت لك مشاركات محليه ومشاركات عالميه، نبي نتكلم عن داخل الكويت. اول شيء مشاركاتك المحليه. المحليه بدينا اول شيء بالدوري الكويتي. حلو. متكون من 4 فريقات، كاملز ووريرز وفالكونز وستارز. حلو. كاملز ووريرز وفالكونز وستارز. انت كنت تلعب مع اي فريق؟ كنت العب مع ستارز. حلو. كويتي، الحمد لله خذينا المركز الاول. يعني فريقنا كان جدا قوي. تبارك الله. حتى الفرق اللي قدامنا كانت منافسات حد زين قويه. وبالنسبه حق الاربع فرق هذه، يعني ينتمون الى نوادي مختلفه ولا كلهم تحت مظله نادي الكويت للالعاب الشتويه؟ كلهم تحت مظله نادي الكويت بس فرق مختلفه عشان يصير في احتكاك ومنافسه. الحين نبي المهم، المشاركات الخارجيه برا الكويت. اول مشاركه خارجيه لنا كنا بالتشيك، ضد كنا رايحين معسكر، كونا بطوله من مباراتين،
لعبنا أول مباراة والحمد لله فزناها 6-5. كفو. ولعبنا ثاني مباراة خسرنا جدا. خسرت فيها بس عادي، الواحد يعوض، والحياة هذه دائما ردف وخسارة. إنزين، بما أن برنامجنا خالد حبيبي في شهر رمضان الفضيل وعرضه في شهر رمضان الفضيل، تختلف التمارين عندكم، التدريبات، الوقت وغيره برمضان عن غير رمضان؟ والله برمضان نوقف نرتاح شهر، ورا رمضان يبدأ يشدون علينا عشان اللي يغل يبدأ موسم جديد. أنا. حلو. إنزين، في موضوع الكل يتشكى منه خاصة اللاعبين، التغذية السليمة، كونك رياضي لازم أكلك يكون صحي، إيش رأيك بهالموضوع خالد؟ موضوع يعني الكلام صح، بس يعني بعض اللاعبين ما يهتمون بالأكل. ما يهتمون بالأكل. أنا أهتم وما أهتم. تهتم وما تهتم، نص نص يعني. إن شاء الله توصل إلى عمر وإن شاء الله تكون مهيئ أن تهتم 100%. الحين حق اللي قاعد يطالعك عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية الثالثة وحاب يلعب رياضة الهوكي أو لعبة الهوكي، إيش تقول له؟ والله أقول له حياك الله، اللعبة جدا جميلة. يعني اللعبة تكون حياة جديدة. حلو. يعني مو نفس كرة القدم، والحمد لله نشكر السيد فهد حمد العجمي وفر لنا صالة، نفس لاعب الكرة، نفس لاعب اليد الطائرة، متى ما يبي يلعب يقدر ينزل يبدأ يلعب. حلو. إنزين، أبي أسألك عن شغلة مهمة وضرورية جدا في حياة أي لاعب. اليوم أنت تشوف نفسك في هذه المرحلة، بعد كم سنة تشوف نفسك في مرحلة متقدمة أكثر، اللي بعدها تشوف نفسك أنت واصل إلى مرحلة أنت تبي تشوف نفسك فيها، وين تشوف نفسك بعد 5 سنين خالد؟ مو أنا اللي أغيم نفسي. الله عليك. ليش؟ ليش؟ لأن هذا هذا تواضع. يعني مو أنا اللي أغيم نفسي، يعني مو أنا اللي أروح أقول أنا زين، الناس اللي يقولون. إن شاء الله بإذن الله توصل إلى العالمية وتوصل إلى مرحلة وايد حلوة وايد جميلة. النصيحة اللي حاب تقدمها حق أي شخص ما يمارس رياضة، شو تقول له؟ والله أنصحه يمارس رياضة. الرياضة تسوي لك روتين حلو. صحيح. يعني تنظم وقتك، يكون عندك وقت حق الدراسة ويكون عندك وقت حق الرياضة، وحتى يعني زينة حق جسمك. صحيح. أنصح الشباب اللي ما عندهم شيء يلعبون هوكي. خلينا نلعبون هوكي، رياضة جميلة ورياضة حلوة ورائعة، وحق الناس اللي يدورون حرق سعرات وكالوريز وهذا، ترى الرياضة تبارك الله جميلة. حبيبي يا أبو وليد، نورتني وشرفتني واستمتعت أني أنا قاعد أشوف امتداد عائلة العجمي الكرام اللي أسسوا الهوكي عندنا بالكويت فيك يا حبيبي. الله يحفظك ويرفع قدرك ونشوفك بالعالمية إن شاء الله. شكور أبو وليد حبيبي. بشدي وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. الموضوع مهني، الموضوع بالحلقات اللي فاتت تكلمتكم عن تهيئة نشأ صالح وتهيئة جيل رياضي جديد قادر على خوض غمار المستقبل الرياضي بكل تحدي وجسارة. اليوم قاعدين نشوف المثل في أخونا ولدنا خالد محمد العجمي. وصلنا لختام هذه الحلقة، في أمان الله.